بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنحكي عن موضوع الماسكينج، موضوع الإخفاء القناع، وهو باختصار حاجة بتخليني أخفي جزء من الصورة وأخلي الجزء الثاني ظاهر، وبيختلف عن الإريسر تول أداة الممحاة. بأداة الممحاة أنا بقدر أقوم بعملية مسح لمين؟ للصورة. خلينا على فرض الآن أنا بدي أروح أحفظ الصورة، فايل سيف أز في المنطقة هاي مثلا، نسميها رونالدو، بامتداد أنا بدي أحفظها بي أس دي، نسميها مثلا رونالدو 10. أوكي، ونيجي نعمل نغلق الملف، نروح على المجلد تاعنا رونالدو 10، نضغط ضغطتين، نفتح الملف تاني. هل لقيت انا عايز ارجع الجزء هذا اللي انا مسحته، لكن انا مش عارف كيف ارجعه. هاي ميزة الماسك، انه انت بعد ما تمسح الجزء اللي انت حذفته تقدر ترجعه تاني. طب في عندي ملاحظة تانية كمان، خلينا نعمل إغلاق للصورة هاي ونيجي نفتح الصورة تاني. والصورة هاي بدي أحولها إلى سمارت أوبجكت، أقول لها كونفيرت سمارت أوبجكت، صارت سمارت أوبجكت. لقيت لو رحت على أداة الممحاة، نختار أداة الإريسر تول وأبدأ أمحي، إيش بحكي لي؟ بحكي لي إنه أنت مش هتقدر تمحي إلا تحول هاي الصورة إلى راستر إيمج. فإذا أنا حكيت له أوكي بقدر أعمل الكلام هذا. لو أنا بدي أخفي جزء من الصورة وهي سمارت أوبجكت بدون ما أغيرها لراستر إيمج، يبقى هاي برضو كمان ميزة من ميزات الماسك، انه انت بتقدر تمسح جزء من الصورة وهي سمارت اوبجكت وبتقدر ترجعه تاني. خلينا نقول له اوكي. الكلام هذا كيف ممكن انه نقدر نشتغل عليه؟ اول حاجة بدي اعملها انه اضغط بزر الفأرة الايسر على الايقونة الموجودة تحت، مربع في داخل دائرة زي عدسة، واحكي له add layer mask. بنلاحظ انه اجاني مربع جنب اللاير تاعتي، هو هذا الماسك. لو انا عايز اخفي الجزء معين اللي على سبيل المثال اخفي الجزء هذا، كيف انا ممكن اخفي؟ اول شغله لازم نتفق عليها انه بدي اتفق على شغلتين. في المنطقه هاي الفور جراوند لازم يكون عندي المربع اللي فوق، لازم يكون عندي لون اسود كله اصفار، والمربع اللي تحت لو خلينا نضغط ضغطة أبيض وكله إيش؟ F. يبقى أنا لازم أتفق إنه الفور جراوند لازم يكون أسود والباك جراوند اللي يكون أبيض. بعد هيك أنا ممكن أعمل ماسك بأداة الريسر تول، أداة البراش تول، ممكن بالجريديانت تول. خلينا نجيب أداة البراش تول وأجي بأداة البراش تول وأبدأ أرسم باللون الأسود. وين برسم أنا باللون الأسود؟ لاحظوا معايا بيجي الرسم هنا في الماسك. اللي برسمه باللون الأسود هذا على الجزء اللي ماله اللي أنا بدي أخفيه. ولابد إنه قبل ما أستخدم البراش أتأكد إني أنا واقف على الماسك. أكيد خلينا نقول فايل سيف از، نعمل حفظ باسم واحكي له بدي اياك في المجلد هذا برضه اقول له رونالدو 20. اوكي، نغلق الملف، نيجي نفتح الملف تاني رونالدو 20، ضغطين. هلقيت أنا بدي أرجع الرأس زي ما كان اللي تم إخفائه، بروح أقف على الماسك
ضروري جدا اضغط ضغطه بزر الفار الايسر على الماسك. بعدين انا بدي في عمليه الاظهار يكون الابيض وين؟ في الفور جراوند والاسود تحت. ممكن بالسهم انا اضغط ضغطه او بزر الاكس بلوحه مفاتيح بيتم عمليه تبديل الالوان. بنخلي الابيض فوق وبروح على اداه البراش وببدا ايش؟ اظهر في الجزء اللي كان ايش؟ مخفي عندي. بنلاحظ انه الجزء المخفي ظهر عندي. هاي ميزه الماسك، انه انت تقدر تعدل مره ومرتين وثلاثه واكثر. بدنا ناكد على شغله معينه، لما يكون اللون الاسود فوق في الفور جراوند هذا وظيفته انه عمليه اخفاء. اللون الابيض في الفور جراوند بيظهر، وهذا ملخص بسيط على عمليه الماسك. لو انا اخترت لون رمادي في الوسط في الفور جراوند، وفي نفس الوقت عندي كمان برضو مثلا لون رمادي في الباك جراوند، وخلينا نضيف لاير جديده ونحط اسفل اللاير تاعت رونالدو. ضروري جدا اروح اقف على الماسك، فقلت اروح على اداه البراش واروح ابدا ايش؟ بالفرشاه. ايش بلاحظ عندي؟ بلاحظ ان الصوره اصبحت ايش؟ شفافه. ليش؟ لانه اللون الرمادي في الوسط. لو كان لون الفور جراوند نضغط ضغطه قريب للون الاسود نقول له اوكي. ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ انه بخفي اكثر. طيب لو كان لون الفور جراوند قريب لمين؟ للون الابيض في المنطقه هاي. ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ انه بدا يظهر لي اكثر. نحذف الصوره هاي، نقول له نو. نيجي نعمل مستند جديد، نحكي له اوكي كرييت. هلقيت خلينا نيجي نعمل الشكل هذا باللون الرمادي. هلقيت انا بدي اعمل ماسك لمين؟ للريكتانجل. اضغط على ايقونه اد لاير ماسك ضغطه بزر الفار الايسر، ظهر عندي الماسك. نضغط على الماسك هنا، هلقيت نروح على اداه البراش وابدا الون باللون الاسود. طب انا يا استاذ شايف لون ابيض، الاسود ما بتلون هان، الاسود بتلون عندي في اللاير ماسك. طب لو بدي ارجعه برضه نضغط ضغط هان نغير اللون، نعمل فور جراوند ابيض وبرد نفس الشيء هي. وانا واقف على الماسك. احنا هلقيت بدنا نخفي جزء معين. اخفيت جزء معين. بعد ما اخفينا بنلاحظ عندي انا في الماسك لو ضغطت زر الفأرة الأيمن في عندي ديسيبل لير ماسك، بخفي لي تأثير الماسك على اللاير. نرجع كمان مرة أحكي له إنيبل لاير ماسك، وهي الاختصار. لو أنا واقف على الماسك وضغط على زر الشيفت، أضغط على زر الشيفت وبزر الفأرة الأيسر بخفي لي تأثير الماسك على اللاير. طب بدي أرجعه تاني شيفت وبضغطه بزر الفار الايسر، بدي اشوف الجزء الاسود اللي انا عملته في الماسك في اللاير ماسك. بضغط على زر الالت واضغط بزر الفاره الايسر، ارجعه الت وزر الفاره الايسر مره ثانيه. طيب لو ضغطت كليك يمين برضه في عندي ديليت لير ماسك، لو بدي احذف اللير ماسك اللي طبقته على الريكتانجل بحذف لي اياه. الان خلينا نضيف ماسك على الريكتانجل، نيجي على الايقونه هاي نحكي له اد لير ماسك. لقيت انا بدي ابدا باداه الفرشاه اخفي الجزء هذا. لاحظ انه انا موجود عندي هنا في المنطقه هاي لينك او سلسله.
ايش وظيفة اللينك او السلسلة هاي بتخليني احرك الطبقة مع الماسك. يعني اداة الموف تول، انا واقف لو حركت المربع انا فعليا وين واقف؟ على الماسك. بحرك المربع بتحرك مين معه؟ الماسك. طب لو انا واقف على المربع احرك المربع مع الماسك. طب انا بدي احرك المربع لوحده، ما بدي احرك الماسك، فانا ايش بدي اسوي؟ بضغط كليك واحدة على السلسلة تلتغي، باجي ابدأ احرك بمين؟ المربع. يبقى المربع ماله؟ يتحرك بعيد عن الماسك. طب انا بدي احرك الماسك، لابد ان اقف على الماسك، وباجي على الماسك وببدأ احرك الماسك. لاحظوا كيف انا بحرك الماسك. لو بدي احرك هلقيت المربع، ما بقدر احرك المربع الا اقف على اللير تاعت المربع. طيب بدي ارجع القفل، بروح اضغط ضغطة في الوسط بين اللير والماسك. طيب في شغلة تانية خلينا نشوفها، نعمل فايل نيو لمستند جديد. هلقيت كيف انا بدي اعمل ماسك بعملية السيلكشن. اول شغلة خلينا الورقة هاي نعطيها لون احمر. فايل نحكي له بدي انا لون الكلر، احكي له والله بدي اياك لون احمر للخلفية يمين للورقة هاي. بعد هيك بروح على احد ادوات السيلكشن تولز، على سبيل المثال اداة الليبتيكال ماركيو تول. نرسم دائرة، نضغط زر الشيفت على اساس تكون دائرة منتظمة. هلقيت انا عملت سيلكشن على الورقة. هلقيت انا بروح على ايقونة اد ماسك، نضغط عليها ضغطة بزر الفار الايسر، بلاحظ انه عمل لي ماسك في الهانة. هلقيت انا الجزء اللي عملت له سيلكشن هو اللي ظهر معي، والاخر هو اللي اختفى. هلقيت انا شفت كيف عملت ماسك بالسيلكشن. هي هذه كانت فكرة الماسكينج، عملية الإخفاء. الآن خلونا ناخذ تطبيق بسيط على موضوع الماسكينج. نروح على الصورة هاي، أنا عندي صورة الطفل هذا. هلقيت أنا بدي أحاول إنه أعمل غموض حوالين الصورة في المنطقة هاي وأعمل تركيز للطفل هذا. في البداية إنه أنا بدي ألغي القفل للباك جراوند، بعد هيك بدي أروح أضيف لاير جديدة، أيقونة هاي create a new layer، وحط اللاير هاي أسفل منها، وبدي أخلي الباك جراوند الخلفية لللاير هذه باللون الأسود. هنحكي له alt backspace. بعد هيك أنا بروح أقف على اللاير وبقول له أنا بدي أعملها layer mask، add layer mask. نروح على أداة الفرشاة، وأنا متأكد إنه عندي فوق اللون الأسود وتحت لون الأبيض. الأوبسيتي خلينا نحاول، إذا كانت عالية نحاول نخفضها شوية في المنطقة مثلا الدرجة هاي، والفلو نفس القصة. هلقيت بأداة البرش ببدأ أحاول أغمق في المنطقة هاي، شافوا التأثير كيف بيصير عندي. بنلاحظ انه التغيرات تمت على الماسك. يبقى انا باستخدام الماسك قدرت اعمل اخفاء وغموض على الصورة، واعمل تركيز للطفل، واعمل غموض للمناطق هاي. كان هاي تطبيق من تطبيقات الماسك. الان خلونا ناخذ تطبيق ثاني على الماسكينج. خلينا نروح على الصورة هاي. ونجيب الصورة الثانية. نحاول نحرك الصورة هاي بالماوس في المنطقة هاي مثلا. انت هلقيت انا بدي اعمل ماسك لللاير هاي، نعمل اد لاير ماسك. المرة هاي انا بدي اعمل الماسك مش بالبرش تول، انا بدي اعمل الماسك بأداة الجريديانت تول. نضغط عليها بزر الفأر الأيسر، بشرط لما أجي أعمل أنا ماسكينج بـ
أداة الجريديان تول لازم يكون عندي اللون بين الأسود والأبيض في المنطقة هاي فور جراوند تو باك جراوند مش أي لون آخر. الآن بأداة الجريديانت ببدأ بحرك بالشكل هذا، لاحظوا معايا كيف أنا ممكن بعمل، كيف أخفالي أجزاء معينة من الصورة وخلاها باهتة، وممكن كل ما بحرك بعيد لي من أول وجديد، لاحظوا معايا كأنه بعيد لي من أول وجديد. خلينا نعمل هيك جريديانت، وممكن في نفس الوقت برضو إنه أروح على أداة البرش كمان تول أختارها وأحاول كمان أخفي، لاحظوا معايا لقيت أنا أخفيت الأجزاء هاي قاعد بخفيها مرة بالجريديانت وأجزاء تانية بإيش؟ ممكن بالبراش تول. شفنا كيف عملية الإخفاء بالجريديانت والبراش تول، ولاحظ عندي في اللير ماسك كيف في المنطقة هاي بيصير في الشكل، لقيت أخفينا الأجزاء هاي وكأن الصورة هاي صورة واحدة. وهذا كان تطبيق آخر على موضوع الماسكينج، عملية الإخفاء أو عملية القناع. الآن خلونا ننتقل على شيء اسمه كليبينج ماسك. خلينا نعمل فايل نيو، نعمل مستند جديد كرييت. على سبيل المثال أنا عندي دائرة أداة الإليبس، نرسم دائرة بشكل منتظم، نضغط على زر شيفت. في عندي صورة في المنطقة هاي، صورة الجبال. على سبيل المثال أنا بدي صورة الجبال تيجي بس في داخل حدود الدائرة، خارج لا. هذا اللي بنسميه الكليبينج ماسك. كيف أنا ممكن أعمله؟ نضغط إنتر، بنيجي بين الطبقتين بتاعت الإليبس، الترتيب مهم، الإليبس تكون تحت الجبال فوق، نيجي في منطقة بين اللايرين، نضغط على زر الأرض، بنلاحظ شكل المؤشر اختلف. نضغط بزر الفأرة الأيسر، هو هذا الكليبينج ماسك، إنه جبت الصورة لفوق داخل حدود المنطقة اللي تحت أو داخل حدود الشكل اللي تحت. بإمكاني لو ضغطت على كنترول تي أحرك الشكل هذا عندي. طيب خلينا نشوف تطبيق آخر، نفتح نيجي للصورة هاي، صورة رونالدو. هلقيت أنا لابد إنه أحدد الشكل تاع رونالدو بأي أداة من أدوات التحديد. على سبيل المثال نختار أداة Quick Selection Tool، ممكن أجي أحكي له Select Subject، ننتظر شوية قبل ما يحدد الشكل. في مناطق مش محددة نحاول نضيفها مثلا أو نرتب الأمور أو التحديد يكون ممكن أكثر دقة. بعدين نحكي له Ctrl J، نحطها في طبقة جديدة، هاي نخفيها، يبقى هي صورة رونالدو اللي أنا حددتها. خلينا نجيب صورة تانية، صورة الجبال في المنطقة هاي، ممكن أنا أروح أكبرها بالشكل اللي بدي إياه، نضغط Shift، نضغط Enter، نرجع لصورة رونالدو، لابد إنه نقوم بتحديدها. هلقيت نضغط على زر انتر، بنلاحظ مؤشر الماوس تغير وانا واقف بين الطبقتين، نضغط بزر الفأرة الأيسر، بنلاحظ انه صورة رونالدو اتغيرت او اخذت الصورة كقناع في الجبال. طيب انا صورة رونالدو مش مهيجة، ممكن انا اظهرها اغير بالأوباسيتي، لاحظوا كيف التغيير بيصير. هاي الطريقة الأولى تاعت الكليبينج ماسك. في ممكن طريقة ثانية نشوفها، خلينا نرجع للصورة الأصلية تاعتنا رونالدو عن طريق الهيستوري. الآن بدنا نقوم بتحديد صورة رونالدو بأداة الكويك سيليكشن تول، ونحكي له سيليكت سبجكت. الهدف من التحديد هذا إنه أفرغ الخلفية. في مناطق بدها ترتيب، نيجي نرتب في المنطقة هاي بسرعة، ما بدي أعمل دقة، أنا بدي أعمل دقة بزيادة.
بحكي له كنترول جي يعمل لي انفطاقة جديدة. بعد هيك تخلينا نروح نجيب الصورة الثانية، نكبر الصورة. شفت أنا بضغط، نضغط انتر. بعد هيك ارجع لصورة رونالدو، نقف على الصورة على اللاير تاعت رونالدو، نختار سيلكت سبجكت، نحدد الشكل كمان مرة. يبقى التحديد الأول إنه هدف تفريغ الخلفية. نظهر اللاير بتاعت الجبال، بنلاحظ إنه رونالدو موجود والجبال فوقيه والتحديد ظاهر عندي. هلقيت الطريقة الثانية إنه أنا بقف على اللاير بتاعت الجبال وأحكي له Add Layer Mask. لاحظ معايا في صورة رونالدو في الماسك عندي كيف صارت خلفية في المنطقة هاي. هلقيت أنا بدي أظهر صورة رونالدو في طريقة ثانية، أو خلينا ناخذ أسلوب آخر، إنه أعمل دبليكيت لللاير هاي. نحكي له كليك يمين دبليكيت لللاير، أوكي. أخذها فوق، وفي عندي صورة رونالدو فوق وصورة رونالدو تحت، وأنا في الوسط لاير الجبال والماسك. المرة هاي بدي اغير في المود وخلينا نحكي له مالتيبلاي. لاحظوا كيف صارت الصورة عندي. وبهيك انتهينا من هذا اللقاء وشرحنا موضوع الماسكينج اللي هو الإخفاء.